قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. دي المشكلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرض، ما شكروا الله، ما عبدوا الله، ما أخلصوا له الدين في العبادة، أشركوا بالله. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، عباد الله، توقف بنا الحديث في الجمعة الماضية عند قصة داود وسليمان عليهما السلام، ووقفنا عندما ذكر الله سبحانه ما أعطاه إياهما من النعم الوافرة والمزايا والفضائل العظيمة، أنه سخر لهم الجبال يسبحن والطير، وسخر لهم الجن يعملون لهم ما يشاءون من المحاريب وهي الأبنية الفاخرة العظيمة والتماثيل وهي الصور البديعة، ويغوصون في البحار فيستخرجون اللآلئة والكنوز ويعملون عملا دون ذلك. وحفظ الله تعالى داود وسليمان من نزغ الشياطين، ومن يفتري من الشياطين ويزغ عن أمر الله تعالى يعذبه الله عذابا أليما. فجعلهم جنودا لداود وسليمان. فبعد أن ذكر هذا قال سبحانه اعملوا آل داود شكرا، أي الخطاب لداود والخطاب لسليمان ولآلهما، اعملوا بطاعة الله شكرا على ما أنعم الله تعالى عليكم من هذه النعم العظيمة. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لذلك قالت أم سليمان لسليمان عليه السلام، قالت له يا بني لا تكثر النوم من الليل، فإن الرجل إذا أكثر النوم بالليل جاء يوم القيامة فقيرا. وقال داود عليه السلام يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة تستوجب الشكر. فقال لقد شكرتني إذ علمت أن النعمة مني، فمن نسب النعمة لصاحبها وسيدها وموليها سبحانه وتعالى فقد أدى شكر النعمة. إذا نسبها لصاحبها وعمل بها في مرضاته سبحانه وتعالى. قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم قال سبحانه فلما قضينا عليه الموت، يعني سليمان، وكان الجن يشتغل تحت سليمان، وقيل أنه أمرهم فبنوا له قصرا من زجاج أشبه باللؤلؤ، وصار سليمان متكئا على عصاه. المنسأة هي بلغة الحبشة المنسأة، متكئ على العصا وينظر يراقب
في الجن وهم يعملون شغالين بجد واجتهاد وتعب. وسليمان ينظر إليهم فمات سليمان والجن لا يعلمون. فأرسل الله تعالى دابة الأرض، نسميها احنا الأرض، فأكلت من سأته، أكلت العصا. وسليمان عليه السلام ميت ينظر إليهم سنة كاملة، هو ميت، هم شايفينه بعين لهم هو ميت. وما هي الحكمة من هذه المسألة؟ قال العلماء الحكمة لأن الجن أوهم الإنس أنهم يعلمون الغيب، قالوا لهم نحن بنعلم الغيب ونعرف ما يدور في الكون، وهم كذبة لقوله تعالى لا يعلم من في السماوات، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لمسروق التابع الجليل، قالت له ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب، ومحمد هو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فإن كان محمد لا يعلم الغيب فمن يعلم؟ من له من المكان عند الله كما لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ من له من المنزلة الرفيعة ما أوتي محمد عليه الصلاة والسلام؟ من يعلم الغيب إذا لم يعلمه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فالجن أوهم الإنس، قالوا لهم نحن بنعلم الغيب. فربنا سبحانه وتعالى أجرى هذا الحدث لكي يعرف الإنس أن الجن كاذبون، كذبوا عليهم كما يكذب اليوم كثير من الدجاجلة والمشعوذين والأفاكين اللي بيخدعوا الناس، يقول لهم نحن بنعلم الغيب ونفعل ونفعل. ربنا قال فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، تأكل العصا بتاعه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بعد أن ذكر هذا وارتباط الآيات بقوله اعملوا آل داود شكرا، شوف بعديها طوالي ربنا ضرب مثال لناس، مجموعة من البشر ربنا أداهم نعمة عجيبة جدا، لكن ما عملوا النقطة دي، اعملوا شكرا، اعملوا من الصالحات شكرا لله، افردوا الله تعالى بالعبادة عشان ربنا يحفظ لكم نعمتكم. دي ما عملوا، ربنا ضرب لنا مثال قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية تدل على انفراده سبحانه بالوحدانية الربوبية والألوهية، آية عظيمة جدا لسبأ، وسبأ هو رجل من العرب، وترجع إليه قبائل العرب من اليمن، وأبناء قالوا عشرة، فتيامن منهم ستة، تيامن يعني سكنوا اليمن، وتشاءم أربعة يعني سكنوا الشام، فاللي أربعة الستة اللي سكنوا اليمن من قوم سبأ الرجل ده، ربنا قال لهم قال لقد كان لسبأ في مسكنهم مكان ساكنين، ده آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ما هي الآية؟ قال جنتان عن يمين وشمال، سبأ ساكنين في منطقة وادي بين جبلين، منطقة منخفضة بين جبلين، وهذه المنطقة كانت تأتيها السيول من قبل الجبلين والأودية، بتجي السيول نازلة عليهم في الوادي بتاعهم اللي هم ساكنين فيه. فقام آباؤهم من الأوائل
بصنع سد، عملوا سد بين الجبلين، المويه بقت ترتفع بتتجمع من الجبال فترتفع، وفتحوا في السد ابواب بعضها فوق بعض. اذا المويه كثيره بيفتحوا الفوق، المويه لما تنقص يفتحوا التحت منه، وهكذا. وزرعوا على جانبي بلدتهم جنتين عظيمتين، بستانين يعني، عن يمين وشمال بساتين. وهذه البساتين علماء التفسير قالوا اصل نوع ما في كلكم من جمالها وطيب الجو فيها، وليس فيها ما يعكر، ظلال جميله ما فيها بعوضه ولا فيها ذباب ولا فيها براغيث ولا فيها حيات ولا فيها ثعابين، جنه بس جنة الدنيا بالجد. قالوا المرأة منهم اللي دايرة تجيب الثمار من هذه الحدائق ما بتمشي تنزل الثمار، بس بتشيل المكتل بتاع زي القفة شايلها في راسها فوق وماشية بيه، وتمشي تحت الشجر، بس من الشجر بقى على فوق لراسها طوال. شوف النعيم، عشان كده ربنا قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم، اكلوا زي ما عاوزين، الله اداهم كده، كلوا من رزق ربكم، والشرط شنو؟ واشكروا له. بلدة طيبة، طيبة من كل النواحي، ظلال وجمال وطعام كل شيء. بلدة طيبة ورب غفور، شوف بالله الاثنين دي سمحات كيف؟ عيشة تمام، رغيدة وهنيئة وراحة بال وراحة جو مع ده كله. قال ورب غفور، الله يغفر لك ذنبك اللي بتعمل. دارين شنو تاني أكثر من كده؟ دارين شنو أكثر من ده؟ لكن الشيطان ما بيخلي بني آدم، لابد يغيرك أنت من الطاعة للمعصية عشان ربنا يغير لك من النعمة للنقمة. ده النظام كده، أنت غيرتها من الطاعة للمعصية، ربنا بغير لك من النعمة للنقمة. طوالي غشاهم الشيطان، خلاهم يعبدوا الشمس من دون الله وكفروا بربنا. الهدهد مشى من سليمان وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، لما رجع قال له أنا جيتك بخبر اليوم من سبأ بنبأ يقين. الحاصل شنو؟ قال لي إني وجدت امرأة تملكهم، ودي أول مشكلة، ما أكبر مشكلة لكن أول مشكلة حكاها الهدهد، امرأة تملكهم ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، دي مشكلة ذاتها. وأوتيت من كل شيء، الله ادى أي حاجة مما يحتاجه الملك، ولها عرش عظيم. للأسف لكن قال له وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قصر بتاعها عجيب جدا، فيه 360 طاقة زي دي كده زي شباك، وفتحها 360، الشمس كل يوم بتخش بشباك. شوف المعمار ده كيف، ونحن عاملين لسه عندنا معمار يعني، يقول لك البلد اتطورت، اتطورت كيف؟ يقول لك الدنيا اتطورت، شوف ده زمان 360 شباك، الشمس كل مرة بتدخل بشباك من السنة يسجدوا لها. يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، ده كلام الهدهد، فهم لا يهتدون. شو الهدهد ذاته فاهم كيف؟ اسجدوا للشمس، بعد ذلك قال ألا يسجدوا لله، معلوم ما يسجدوا لله يا أخي. الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. سليمان ما خلاهم بعد ذلك، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إلى آخر القصة. دي المشكلة، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فأعرضوا، ما شكروا الله، ما عبدوا الله، ما أخلصوا له الدين في العبادة، أشركوا بالله. ربنا قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، سيل شال السد بتاعهم، ده أول حاجة. والمفسرين قالوا بعض الكهنة بتاعينهم قالوا لهم حتجي فيران يشيل السد بتاعكم ده،
فيران الوحدة دي. قالوا مع كل صخرة من صخور السد ربطوا كنيسة. الهرة الوحدة دي رابطين يا أخي، عشان تعرف ده ذات وهم. انتوا لو صدقتوا الكهنة، لو صدقتوهم ما في داعي تربطوا الكنيسة في المحل ده، لأنه في الناحية هتكسر. ولو ما صدقتوهم برضه ما في داعي تربطوا الكنيسة في المحل ده. إذا ده كله من عدم العقل. يا أخي سيبك من كنيسة ومن غيرها، ربنا قال لهم، قال لهم اشكروا لربكم، اشكروا بس لله، الله بخلي لكم سدكم ده وحياتكم الجميلة. تجي أنت تترك حماية الله وتخرب بينك وبين الله ودار تصلحها بكنيسة تربطها؟ كنيسة بتحل لك مشكلة؟ فالعياذ بالله من هذا السخف الذي بلغه أولئك، فضاع عنهم ما كانوا به يتمتعون. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. السيل جاء فأباد جنتيهم وأهلك بيوتهم ودمر حياتهم عن آخرها. قال تعالى وبدلناهم. شوف بالله شوف المعصية كيف، والذنب وتخرب علاقتك مع الله، وأتعب خراب تخربها بالشرك. يومك تعتمد على رقبتك وتقول أفو أنا فلان وأنا ود العمدة وأنا ود فلان وأنا اللي بعمل، مما تعتمد على نفسك خربت بينك وبين الله بالشرك، وأي حاجة حتبوظ. يومك تجعل لله نديد تقول أنا وأبواتي قاعدين وشيوخنا فيه ما بيجينا عوجة، خربت بينك وبين الله، خربت ويش حيبوظ لك بعد ذاك. عشان كده دل ربنا قال وبدلناهم بجنتين. تتذكروا فيها الفواكه وتقع فوق راس المرا اللي شايل المقتل والجميله والظلال، ربنا بدلهم بشنو؟ بجنتين ذواتي اكل خمط. ده الاراك مر ما بيتاكل، ذواتي اكل خمط واثل. اثل دي الطرفاء، شجره مليانه شوك طويله ما فيها فائده. ده الجنات اللي فيها النعيم الزمان، اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل. احسن حاجه الله خلاها لهم السدر ده، احسن شيء. والسدر ذاته شنو؟ شويه. يعني الواحد فيهم لو دار يستمتع ياكل تمام بياكل له نبق، والنبق ذاته ما كثير، نبقتين ثلاثه ما بتلقى زياده منه. كويس. وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. زمان ربنا جعل لهم محطات في الشارع من بينهم من مأرب إلى صنعاء، أو من مأرب إلى الشام محل السفر بتاعهم. ربنا جعل لهم محطات فيها واحات غناء ينزلوا فيها يشربوا من مائها ويستظلوا ويأكلوا. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا. ناس مسخوطين بس يا أخي، ربنا أداك نعمة كل مرة تمشي تنزل في الظل وتاكل. لا، قالوا ربنا باعد بين اسفارنا، دايرين سفر بعيد وفيه تعب. كويس. ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم. ربنا قال فجعلناهم احاديثا. بقوا قصه الناس يعتبروا بها الزمن كله. كويس. ومزقناهم بعد ما كانوا مجتمعين وكلمتهم واحده، مزقناهم اتفرقوا كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عشان كده أنت لو بقيت صبار لله، صبور، صبور على طاعة الله وصبور على ترك معصية الله وشكور بتشكر الله على نعمته، ربنا بزيدك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى شنو؟ يغيروا ما بأنفسهم. أنت لو ما غيرت طاعتك ربنا ما بغير لك النعمة لنقمة أبدا، بخليك إذا تستمتع بطاعتك ما دمت أو تستمتع بنعمتك
ما دمت على طاعة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بنعمته وبفضله، وأن ينزل علينا الخير رغدا، وأن لا يجعل عيشنا كدا، وأن لا نبدل بالطاعة معصية أبدا. أسأله تعالى أن يقبضنا إليه يوم يتوفانا وهو عنا راض. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم.